البند الثالث من أصله اللي هو مربط الفرس، إيه هو؟ بعد ما اتفقوا معاهم على إن أنا فلسطين اللي أعنيها هي الضفة الغربية وغزة بس، قالهم وأنا كمان يا عمي بقول لك إنه أنا مش هقاومك علشان أحرر الضفة الغربية وغزة، أنا هتفاوض معاك. مضى الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية على ما يفيد إن هم تنازلوا عن حقهم في مقاومة وحمل السلاح في لتحرير الضفة الغربية وغزة، وهم بيمضوا الصهاينة لهم لا اصبر بص كويس انت بتمضي على ايه لان انا مش ههزر بعد كده. قالوا له تقصد ايه؟ قالوا له انت، قال لهم انتوا بتمضوا انكم مش تقاوموا، يعني اي مقاومة عمل اجرامي وارهابي واي سلاح يضرب ضد اسرائيل هو سلاح غير مشروع وارهابي. قالوا لهم هنمضي، فمضوا. ومضوا على ايه تاني؟ ان هم يعملوا لجان أمن تنسيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تقبض وتحاسب وتسجن وتعتقل أي فلسطيني يشيل السلاح ضد الإسرائيل. أصبحت المقاومة بموجب هذا الكلام بتمثل بالفعل إرهاب. هي دي أصله. إسرائيل خدت الكلام ده وعملت احتفال كبير وجريت على العالم، جريت على أمريكا والاتحاد الأوروبي وجريت على مصر والأردن وجريت على جامعة الدول العربية وأعلنت فرح ومولد كبير، قالت أصبح الآن عندي شرعية جديدة، مفيش حاجة اسمها فلسطين ومفيش حاجة اسمها المقاومة، يا عالم وقعوا معايا اتفاقيات بهذا الشأن، إنه أي حد هيسمح إن في سلاح يروح لفلسطين يبقى هو بيدعم الإرهاب ضد إسرائيل. حصل. الأمريكان وقعوا معهم 50 اتفاقية، آخرهم الاتفاقية اللي وقعوها في 16 يناير اللي فات ليفني رايس، اللي بتقول إنه من باب المندب لغاية البحر الأحمر جبل طارق، من باب المندب لغاية جبل طارق منطقة ممنوع إن رصاصة واحدة بس تروح لحماس وإلا تعتبر دعم للإرهاب. كلهم وقعوا معهم، الاتحاد الأوروبي وقع معهم، أوباما الطيب الجميل اللي احنا بنقول عليه راجل مختلف عن بوش، أول كلمة نطق بيها عن الشرق الأوسط قال على حماس أن تعترف بإسرائيل يعني تتنازل عن فلسطين وأن تكف عن الإرهاب يعني تكف عن المقاومة. من ضمن اللي مضوا مين مع إسرائيل؟ مصر مضت مع إسرائيل اتفاقية اسمها اتفاقية فيلادلفيا في أول سبتمبر 2005. هذه الاتفاقيات استكمال وتطبيق لاتفاقيات كام ديفيد اللي مصر عملتها. هذه الاتفاقية تتعهد بها مصر بعد ما اسرائيليين انسحبوا من غزة ان هي هتقوم بدلها بمهمة مراقبة الحدود للتأكد من عدم تسلل اي مواطن او اي تهريب اي سلاح بين مصر وما بين غزة. الجماعة الصهاينة قالوا لمصر اوعي تفتحي المعبر الا لما تاخدي اذني. قالت لهم حاضر. قالت لهم انتوا مش مالكمش دور تعملوه تاني الا انكم تراقبوا الجماعة الفلسطينيين بيعملوا ايه هناك. قالوا لهم حاضر. قالوا لهم طب هتدونا ايه في المقابل؟ احنا عايزين 2500 عسكري مصري حرس حدود. اتفاقية كام ديفيد ما بتسمح لناش في المنطقة اللي بيننا وبين فلسطين وعرضها 33 كيلو إلا ببوليس فقط طبقا لأن سيناء منزوعة السلاح منزوعة السيادة بموجب اتفاقية كام ديفيد. فقالوا المصريين قالوا عايزين 2500 عسكري، الإسرائيليين قالوا لا هم 750 بس. قالوا يا جماعة دول 14 كيلو مش معقول 750، قالوا هم 750 بس ودونا 750 جندي مصري إضافي على اتفاقية كام ديفيد. وقالوا لنا ودونا معاه ورقة القايمة بتاعت الجواز اللي احنا عارفينها. ايه بقى القايمة دي؟ القايمة دي نمرة واحد فيها نوع الأسلحة اللي احنا مسموح لنا نعملها. مسموح لنا ب 504 بندقية، 9 بنادق قناصة، 94 مسدس الى هذه الدرجة. ما اقدرش يبقى عندي 10 بنادق قناصة، ما اقدرش ازود رصاصة عن الكلام اللي مكتوب في الورقة. ممنوع ابني تحصينات او موقع حصينة، ما اقدرش ابني اي جدار لا فوق الارض ولا تحت الارض الا لما استأذن اسرائيل، وبالتالي كلنا يعرف بقى انه الجدار الفولاذي اللي بتبني ده باستئذان او بتكليف من اسرائيل. وفعلا فقدت مصر سيادتها تماما على في سيناء منذ 1979، لكن احنا ما اكتشفناش الحقيقة دي غير لما شفنا اللي بيحصل في السنتين اللي فاتوا. كلنا بقينا مستغربين
كلنا بنبقى في بيوتنا بنلاقي اولادنا الصغيرين سنهم 7 و8 سنين يدخل على باب اوضته يحط ايده على اخره الباب ويفتح الباب ويعدي من الاوضه للصاله ومن الصاله للاوضه. اي حد يقدر يفتح باب. ليه المصريين بجلاله قدرهم الحكومه المصريه بجلاله قدرها ما قدرتش تحط ايديها على بوابه صلاح الدين وتفتح البوابه وتقول للفلسطينيين ادخلوا واخرجوا ما انا ليا سياده على المعبر؟ ما تقدرش. ليه؟ لانها فقد السياده، لانه السياده في سيناء للولايات المتحده الامريكيه وإسرائيل في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل. عندنا 2000 خواجة أمريكي من البر الثاني، 2000 خواجة في سيناء اسمهم قوات متعية الجنسية بيراقبوا القوات المصرية بتسمع الكلام وبتطبق كامب ديفيد ولا لا. وفي 2005 بعتوا لهم ورقة ان جت لكم مهمة جديدة انه تراقبوا القوات المصرية ملتزمة باتفاقية فيلادلفيا بتراقب الفلسطينيين كويس ولا ما بتراقبش الفلسطينيين كويس. عشان كده احنا لازم نبطل نتخض لما نسمع ان في جدار فولاذي، وبطل نتخض لما يحصل عدوان فمصر تقف مربع ايديها ما تعملش حاجة، ونبطل نتخض لما تسحبش السفير. لانه المسألة باختصار انه احنا منذ حرب 73 الجماعة الامريكان حطوا مصر في جيبهم، اصبحت الشغلانة الرئيسية لمصر اللي احنا حكينا تاريخها في 3-4 آلاف سنة دلوقتي هو ان اسرائيل تبقى مطمنة وتبقى متأكدة ان مصر مش هتدخل الحرب. هي دي الوظيفة بتاعتنا الان. وبالتالي ما تستغربوش لانه مصر منحازة بشكل كامل، مصر رسمية منحازة بشكل كامل للمشروع الامريكي والصهيوني. هم بيحاصروهم عشان يدخلوهم في المصالحة. ايه هي المصالحة؟ ان هم يمضوا على ان هم وقابلين اسلو يرموا سلاحهم ويشيلوا كفانهم على ايديهم ويطقطقوا راسهم ويعترفوا باسرائيل. وقتها البيت الابيض هيتفتح لهم والمعبر هيتفتح لهم وهيبقوا ابطال من الدرجة الاولى زي ما الملك الحسن ملك المغرب قال زمان لابو عمار على الخواجات على البر الثاني، قال له يا عم دول جبابرة، دول قدروا يحولوك في 10 دقائق من راجل ارهابي لبطل سلام في العالم كله. الجماعة طول ما هم صامدين هم إرهابيين وإحنا ضدهم كحكومة مصرية. الطريقة الوحيدة إن إحنا نقدر نخليهم ما يتكسروش هو إن إحنا نقدر زي ما قال الدكتور سعد زي ما قال الأساتذة الأفاضل اللي قبلي إن إحنا لازم نقدر نكسر هذا الحصار. وهنا نيجي للنقطة الأخيرة في حوارنا النهاردة، والنقطة دي إن إحنا لازم نعاتب بعض. إحنا الحقيقة ما بيحرقناش غير دم أهالينا. احنا كلنا عدنا العيب في عدوان اسرائيل اللي فات في يناير 2009 لما كنا بنفتح التلفزيون نلاقي الشريط الاحمر مكتوب عليه 500 شهيد فلسطيني، فنقلب القناة ونرجع بعد 10 دقائق نلاقيهم بقوا 550. دمنا فار وغلي، وفي مصر وفي كل البلاد العربية والبلاد الإسلامية خرجنا وتظاهرنا وغضبنا واتحطنا أشرف الناس فينا في السجون وقدرنا نضغط علشان الحرب توقف. لكن بعد ما الحرب وقفت روحنا بيوتنا وافتكرنا ان المشكلة اتحلت، والحقيقة هي اللي ما اتحلتش. احنا اتقابلنا هنا في دمياط عدة مرات، مرة بمناسبة العدوان على غزة، ومرة بمناسبة العدوان على القدس، ومرة بمناسبة العدوان على الجدار الفولاذي. كل يوم في عدوان. الحقيقة هو مش كل يوم، مش بينهم 6 أشهر ولا سنة، كل يوم في دول في عدوان صهيوني جديد. احنا بطلنا نشتغل ليه؟ الجماعة الصهاينة عملوا العدوان بتاعهم وراحوا في 16 يناير عملوا اتفاقية امن مع امريكا، راحوا في مارس اللي فات ضربوا قوافل سودانية بتهرب السلاح لفلسطين. كل يوم بنسمع اخبار ان هم بيضربوا الانفاق وبيموت 2-3 من اهالينا تحت الانفاق. مضوا اتفاقية مع مصر، ومصر قاعدة سنة تدرس وتعمل ترفع المقاسات وتعمل تكاليف وتمويل الجدار الفولاذي. محدش بطل يشتغل. قبضوا اول امبارح من شهر في نوفمبر اللي فات على سفينة فيها اسلحة قالوا ان هي راحة غزة. الصهاينة ما بطلوش شغل طول الوقت. احنا بطلنا شغل. ما بنسخنش غير مع الحدث دلوقتي. لو استمرت المسألة دي هنسخن 2-3 أسبوع وبعدين نفوق كمان 6 أشهر على عدوان جديد لا قدر الله على غزة، لأن هي لسه صامدة ما خضعتش والصهاينة مش هيسيبوها. وبالتالي الدعوة اللي لازم يوجه بيها هذا المؤتمر وكل المؤتمرات في هذه المسألة إنه طالما بقى العدوان الصهيوني موجود في فلسطين، كل فلسطين طالما لم تتحرر أرضنا
اللي محتلة بقالها 200 سنة ما تحررتش، لازم نبقى كلنا في ظل حالة طوارئ دائمة، أن يتفرغ الجزء الأكبر منا في ضد المشروع الصهيوني. إحنا مش بندعم